ما شاء الله المطرح كله كل يبني يلا يا شباب الله أكبر الله أكبر الله نحن مقاتلين وبنفس الوقت إعلاميين أنت لما تكون حامل كاميرا ونازل إعلام ميدان وحامل سلاحك في أوقات ممكن أن تترك الكاميرا وتلتفت تحمل سلاحك ثلاثة اثنين واحد بسم الله الرحمن الرحيم هدي شوي هدي شوي الحمد لله رب العالمين بس عيدة 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 هاي الحرية بدكم إياها؟ يعني لو الخيار عنا لو إنها حرار لا كان نفضل حرية أكثر شياكة وأقل كلفة لكن يبدو إنه هذا ثمن فرض علينا أي حرمة بدون ما ممنوع تطلع كشوف بإذن الله عز وجل تمام نحن بدنا يضغطوا مشان ما يبينوا إنهم برات بلد مشان يبينوا من أهل البلد طيب شو المخطط هلا؟ خطط نكمل طريق لكل واحد عنده كمالة الرحلة تبعه الأوديسة تبعه أكثر شيء بيهز بهالتجربة هو إنه يعني ما نحن بتحكم بشيء من نفسك ومن وضعك فعلا ريشة في مهب الريح بكل معنى الكلمة جابونا على مكان رمينا بمكان بلا ما في ما في شجرة ما في هلا لما تفرج بالكاميرا ما في علاقة بالدين في عندك هذا الحاجز اللي ما بالعادة بينكسر معي بحكم علاقتي مع الكاميرا بتكون من ورا ما بتكون هلا مثل ورا جوا عند داعش صار في موضوع التفكير انه معقول هدول اجوا بسببنا نحن ما اسمك حكيم الثورة واعطيناك هالمنصب هذا اعطيناك هالمنصب هيك ما طلبته ولا بدي اياه بعرف انك ما طلبته